شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة ورائعة دائما وأبدا من قناة الصحة جمال. نحييكم من نظرة أمل، نظرة أمل جديدة، نظرة تفاؤل، نظرة قوة، نظرة إرادة، نظرة تحدي. النهاردة في تحدي جديد، تغطية خاصة وحصرية لقناة الصحة والجمال لبطولة الجمهورية لألعاب القوى التي أقيمت الجمعة والسبت والأحد الماضيين على ملاعب نادي مدينة نصر. كان يوم الجمعة والسبت والحد اللي فاتوا. قبل أي حاجة يعني كان التنظيم يعني فيه ملاحظات عليه، هنشوفها، هنشوف اللعيبة وهي بنعمل معها تقارير دلوقتي، هتقول على التنظيم كان شكله إيه في هذه البطولة. وكان بطولة جمهورية، تخيل بطولة جمهورية لا يحضرها أحد من الإعلاميين، لأن لذوي الاحتياجات الخاصة، لذوي القدرات الخاصة. لو في الدوري العام المصري لكرة القدم كان تلاقي في مليون صحفي ومليون قناة بتسجل هناك، كانت القناة الوحيدة اللي بتسجل هناك قناة الصحة والجمال. هنبدأ يعني هنغطي تغطية سريعة عشان الحلقة نص ساعة فقط لا غير. هنبدأ بتقرير عن سباق 100 متر عدو لذوي القدرات الخاصة. أستأذن الأستاذ هيثم حسين مخبرنا الكبير يعرض هذا التقرير الصغير. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. مشاهدينا الكرام، ده كانت لقطة بسيطة من عدو سباق عدو 100 متر. احنا شفنا دلوقتي حاجات غريبة جدا 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 في هذه المسابقة. التصنيفات يعني احنا ممكن نستاذن مخرجنا الأستاذ حسام حسين يبين لنا جزء بس كده من بعض الناس اللي كانت بتجري مع بعض. حاجة غريبة قوي، في اختلاف جامد قوي. يعني مثلا في واحد مثلا رجليه يدوب مثلا بيزك عليها مثلا، مع واحد رجليه واحده يمين واحده شمال. يعني التصنيفات فيه فعلا فيه عاوزه تتظبط، يعني المفروض التصنيفات تبقى سليمه 100% عشان يبقى كل حاجه مظبوطه وكل حاجه شغاله تمام. يعني مثلا ده ازاي العشاشه دلوقتي، ازاي يعني اخليه مع واحد مثلا بيجري مظبوط جدا ورجليه شغاله تمام التمام. يعني اتمنى من اللجنه المنظمه أن تراعي ذلك في المسابقات
القادمة إن شاء الله تعالى. يعني ده تمام ماشي. طب اللي وراه هتبص تلاقي اختلافات جامدة جدا جدا في ال يعني واحد مثلا دراعه فيه كذا، لا التاني مع رجل، يعني مش مع بعض خالص نهائي. فيا ريت يعني مشاكل جدا يا استاذ هيثم. طب واللي جاي ده؟ اللي جاي ده بقى مختلف اختلاف تام مع اللي جنبي، الاخ اللي طلع في الاول ده، الكابتن اللي طلع في الاول ده مختلف جدا عن رجليه، يا دوب رجليه مثلا فيها 5 سم كبيره عن الثانيه، الثانيه بقى رجليه تعبانه خالص نهائي. يعني ده مهم جدا، ويا ريت نراعي اللجنه المنظمه تراعي ذلك بعد في المسابقات التاليه ان شاء الله تعالى. في بعد كده هنعرض سباق 800 متر عدو على كرسي متحرك. استاذن مخرجنا الكبير الاستاذ هيثم حسين يعرض هذا التقرير. سباق 800 متر عدو كرسي متحرك. بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. ما تبطش وراك يا حبيبي. يلا يا عم، هو كده كده فايز. ما تقلقش، ما تبطش وراك يا حبيبي، هو كان بيخش روح يجري. يلا يا عم، طلع لك بص وراك. يلا 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 شغال شغال، برافو، اجمد اجمد. اخر لف. لا تعالى، طيب اول، طيب اول، عاش يا سيد. الله، سجل. يلا سجل سجل سجل. مش يا سيد، سجل سيد. حد يحط اسمه ولا هو يروح يسجل؟ هو رايح الراجل اهو. اوعى يا كابتن، يا كابتن. عاش عودة، ارفع راسك. عاش عودة، عاش عودة. سجل سجل. اسمي السيد فرج خليل. بتقف فين يا استاذ سيد؟ ملف حلوان، مركز شباب حلوان الجديدة. مركز شباب حلوان الجديدة. أنا شايفك النهاردة يعني فيه كرسي غريب شوية، يعني أنت حضرتك يعني عامله على إيدك ولا إيه بالظبط؟ كرسي عامله على إيدي، عامله على إيدي شخصيًا. إن إحنا المفروض نعمل معانا كرسي سباق، الكرسي ده من النهاردة 35,000. غصبًا عننا ما بنعرفش يعني نجيبه أو الكلام ده، بنعمل عجل على إيدينا وبنصنعه على إيدينا وبنلعب بيه. طب دلوقتي يعني مثلا حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله طلعت الاول، يعني الف 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 مبروك يعني. وبجد يعني يشرفني جدا ان انا واقف مع واحد او بكلم مع حد يعني من متحدي الاعاقه يعني. الله يبارك فيك الصراحه، متشكرين الصراحه عليكم والبرنامج بتاعكم وكل الناس. بس احنا برضو لنا يعني احنا بنشكر مركز شباب، مركز شباب غرب حلوان، ان هو بدينا يعني الفرصه ان احنا بنلعب في رياضه المعاقين والالعاب دي اللي احنا بنشارك فيها. لكن احنا غير احنا مركز الشباب، يعني مركز الشباب بقول لك ايه؟ كلام مركز الشباب هيشارك؟ لا، احنا بنشارك وبنقدم وجودنا احسن من اللي في الاتحاد، وعلى قد ما بنقدر بنعمله. يعني الاتحاد المصري والكلام ده متحدي الاعاقه ما اثرش مع اي حد فينا الصراحه، وهم غصب عنهم ان امكانياتهم برضه مش هتيجي زي الدول الثانيه. الصراحه الناس ما بيأثروش معانا الصراحه، واحنا بنشكر اعضاء مجلس الاداره بتاع الاتحاد المصري للمعاقين، ونشكر مركز شباب حلوان غرب حلوان الجديد، بنشكره ان هو بيودينا الاماكن بتاع دائره المعاقين كلها. بنشكر كل اعضاء مجلس الاداره هنا وهنا. شاكرين جدا. شكرا سيادتك. شكرا. عبد الرحمن علاء الدين. عبد الرحمن، انا شايفك الكراسي مختلفه عن الكراسي الناس اللي كانت شغاله معاك. اكيد طبعا، الكراسي اللي معايا دي كانت كراسي كلها سباق اصلا، ده كرسي اكتف بس يعني امشي بيه عادي. لكن طبي فقط يعني. طبي مش رياضي. طيب دلوقتي حضرتك بتعرف النادي الاول؟ انا في مؤسسه الحسن. طب معلش يعني مؤسسه الحسن مش مفروض توفر لك كرسي سباق؟ لا، هي ما توفرش كرسي سباق، هي توفر بس انها تساعد ان الواحد يعرف يعيش حياته وينطلق. طب ماشي، بس انت يعني في النادي فريق الحسن او النادي مؤسسه الحسن المفروض يعني بتهتم بك رياضيا صح؟ يعني انت ملعوب بتلعب باسمها. تمام. يعني المفروض دلوقتي توفر لك على الاقل كرسي سباق. تمام، بس هم موفرين النادي احنا نضرب فيه، لكن اجهزه رياضيه او الكلام ده لا.
طب دلوقتي انت شايف يعني تعليقك على التنظيم بتاع النهارده ايه؟ تنظيم مش حلو. لا تنظيم مش حلو، ما مش حلو. من ناحيه ايه بالظبط يعني؟ من ناحيه الحكام والطريق اصلا نفسه كمان مش حلو، الارض وحش، الارض مكسره اصلا. بس هل من عدل فعلا ان الكراسي تبقى يعني مختلفه عن بعضها؟ اكيد طبعا، الكرسي ده اتقل من الكرسي التاني، الكرسي التاني ده اخف يعني قول 4 كيلو، خفيف جدا يعني تزقه بس زقتين كده وخلاص. عبد الرحمن انت يعني بتلعب بس فقط يعني جري مثلا على كرسي متحرك ولا بتلعب العاب اخرى؟ انا بلعب قصصه. قصصه من ده اللعبه الاساسيه بتاعتك يعني؟ ايوه. لا انا الاساسيه بتاعتي هي دي جري، بس القصصه دي لسه جديده بقى لها في شهر كده. بس ايهما اجمل يعني؟ انا لا القصصه. طب عاوزين نصور معاك برضه انت بتلعب قصصه؟ ان شاء الله في بطوله في شهر 2 ان شاء الله يوم 4. تمام ان شاء الله هبقى معاك فيها ان شاء الله. طيب تحب تقول للمسؤولين كده يعني بمناسبه ذوي القدرات الخاصه بتحب تقول لهم ايه؟ ان هم يعملوا نظام جديد يعني الكراسي السباق دي يعملوها لوحدها، الكراسي العاديه مع بعض، لكن ما يحطوناش كله مع بعض كده. يعني انت شايف انه فعلا ما ينفعش خالص؟ اه. طب تحب تقول ايه لقناه صح وجمال اللي دايما بتهتم بذوي القدرات الخاصه؟ تزود اهتمامها بس وكده، وان هي تساعدنا برضو ان نوصل صوتنا للمسؤولين. عبد الرحمن احنا تشرفنا بجد بلقائك النهارده وان شاء الله في تقدم ان شاء الله. باذن الله يا رب. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. مشاهدينا الكرام ده كان سباق 800 متر عدوا على كرسي متحرك وان شاء الله هنعلي عليه بعد هذا الفاصل القصير. فاصل ونواصل. الله الله. شايفين العالم بقلوبنا راضيين شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. طرب حضرتك محمد عبد القادر ابراهيم سليم. اسم حضرتك ايه؟ محمد عبد القادر ابراهيم سليم. منين؟ من نجا حمادي. من احسن ناس. دخلك عالي. انت تصنيفك تي 11 صح؟ آه. جري كم متر؟ 800 متر. بسم الله ما شاء الله عليك يعني طلعت الاول يعني الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم مين بقى؟ ثم المدربين بتاعتي برضه. يعني المدربين بتعبوا معاك. انت مستعد بقى لك قد ايه بتستعد للبطوله دي؟ يعني من مده شهر. طيب ممكن استاذنك بس الكابتن لحظه واحده. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. طرب حضرتك؟ معتز سيد. المدير الفني بتاعك؟ المدير الفني الفريق رساله هنا ان شاء الله المشارك في البطوله دي. حضرتك الكابتن يعني دلوقتي بسم الله ما شاء الله طلع المستوى الاول ده يعني في اكيد ليه اسباب يعني اهمها سبب هو التدريب بصراحه. هم بيتعبوا في التدريب وكانوا بيستعدوا للبطوله من قبلها بشهر واحنا كجمعيه مش نادي احنا المكفوفين عندنا كنشاط تمام بيهتم المكفوفين كل الدراسه بتاعتهم في الالعاب الرياضيه برضه هم مشاركين في البطوله فانا بحب اوجه رساله شكر لنشاط المكفوفين عندنا في الجمعيه ان هو بيتعب خالص ربنا يبارك لهم واحب اشكر برضو الكابتن حسام اللي هو المدير الفني اللي علمني وتعب مع الناس دي برضو تمام وهو بس الظروف ما قدرش يحضر معانا في البطوله. طب يا كابتن دلوقتي يعني دلوقتي اللاعب بسم الله ما شاء الله يعني احرز المركز الاول في 800 متر، طب المرافق بتاعه بيتمرن زيه برضو؟ المرافق بتاعه بيتمرن برضو. انا شايف ان هو بيتعب اكتر. لا هو مش قصه بيتعب هم بس بيحاولوا يبقوا ماشيين في رتم واحد مع بعض بحيث انه قوانين اللعبه انه لازم يبقى الكفيف هو الاول فالمرافق بيحاول يظبط السرعه بتاعته على الكفيف بحيث ان هو ما يبقاش فيه شد وجذب في الجري تبقى الجاريه بتاعتهم مرتاحه. طيب شكرا جدا. العفو يا كابتن. طب طرب حضرتك اسم مصطفى النبي اسم مصطفى النبي بس اسم مصطفى النبي مصطفى النبي مصطفى النبي معلش انا عارف ان كنت 800 متر تعبوك انا خلاص كده بس والله بس عشان لا يا صعب
لا صعبه غير احنا كنا بس فاكرينها سهله شويه بس لا. طب يعني انت مرافق فقط ليه ولا بتمرن معاه؟ لا هو انا كنت بس معاه بس النهارده بس. يعني هو جريت 800 متر؟ اه والله يعني لا صعبه والواحد نفسه راح والله خالص. طب بالنسبه للتنظيم يعني مش شايف ان في مثلا ليك تعليق على تنظيم النهارده؟ لا هو والله كل حاجه حلوه خالص لا حلو خالص والله بس هدوم حلو خالص ولسه بس ان شاء الله بس في كمان كم حتى كده بس لنا برضه ان شاء الله وعلى حاجه اكتر ان شاء الله النهارده لسه برضه معانا ثاني النهارده. طب تحبي تقولي ايه بقى كابتن بقى لقناه صح وجمال اللي دايما مهتمه بذوي الاحتياجات الخاصه؟ انا؟ قناة صحة وجمال عندنا برنامج نظرة عامة في صحة وجمال بتهتم دايما بذوي الاحتياجات الخاصة، تقول لهم تحب تقول لهم ايه؟ يا ريت يعني حضرتك يستهموا بالمكفوفين شوية برضه يعني كل ده همك ان يعني يهتموا بهم شوية، انت ما انت شايف ان في اهتمام شوية؟ اه في اهتمام بس مش قوي يعني. احنا بجد يعني اتشرف ان انا واقف معاك دلوقتي وكل ذوي القدرات الخاصة يعني بجد يعني مشرفينا في كل مكان بيرفعوا علم مصر في كل مكان في بقاع الارض فمشاكرين جدا لكم شاكرين جدا شاكرين. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد هذا التقرير الجميل لسباق 800 متر عدو للمكفوفين، شيء جميل جدا. تخيلوا اللي طالع الاول كل امنياته احنا نهتم بيه شويه، ده ايه ده؟ ايه القناعه دي؟ بجد يعني انا يعني تحيه واجبه وتعظيم سلام لذوي القدرات الخاصه. يعني بقول للراجل محمد بقول له بنجا حمادي بقول له يعني انت ممكن تطلب ايه يعني؟ قال لي والله احنا بس يهتموا بينا شويه يجيبونا تيشيرتات يطلعونا رحلات. كل ده همك؟ قال لي كل ده همي. ده يا جماعه بطل جمهوريه حد من الصحافه اتكلم معاه؟ حد من القنوات الاخرى بص له؟ احنا دلوقتي عشان وقت البرنامج معانا دلوقتي بطله جمهوريه وبطله العرب وافريقيا بتلعب يعني حاجه قوه واراده وتحدي، بتلعب مع ذوي القدرات الخاصه، ذوي الاحتياجات الخاصه لانها يوجد بها اعاقه، وبتلعب مع الاصحاء. نستاذن مخرجنا الكبير الاستاذ هيثم حسين يعرض لنا هذا التقرير لهذه البطله وهنعلق لكم بعد هذا التقرير. تفضل استاذ هيثم. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. عرب حضرتك؟ دينا الزملي. مين دينا؟ انا دي بلعب في النادي الاهلي اسوياء وبلعب في استاد المنصوره ذوي احتياجات خاصه. طب هنا يعني حضرتك بتلعبي في ذوي الاحتياجات الخاصه، تصنيفك ايه؟ 46. تي 46. وحضرتك اللياقه في ايد اليمين. طب طلعت الاول النهارده طبعا. طلعت الاول في 100 متر. وحضرتك يعني لعبتي بطولات قبل كده جمهوريه كلام من ده؟ بلعب بقالي 16 سنة يعني 16 سنة بسم الله ما شاء الله. بطولات جمهورية ودولية وعربية. طيب يعني خدتي مراكز ايه بالظبط؟ هنا في تبع ذوي احتياجات خاصة باخد أول في المية وفي الميتين، وعندي في الأسوياء برضو باخد أول أو تاني في الخمسة والعشرة ونص ماراثون وتتابع النص ماراثون. حضرتك خريجة ايه؟ حاسبات ومعلومات. خدتي تقدير كويس؟ تقدير امتياز الأربع سنين طالعة من أوائل الدفعة أول خريجين. طب حضرتك يعني انت شفت التنظيم النهارده يعني ممكن توجهي كلمه للمنظمين البطوله ديت؟
يعني المفروض ذو احتياجات خاصه يكون فيها اهتمام اكتر من كده، من ناحيه التنظيم ومن ناحيه وحاجات في البطوله. يعني في شويه انظمه هنا او قوانين ما ينفعش تطبق عليهم اصلا، من ناحيه الشهادات واللي مثلا 3-2 ياخدهم واربعه اول 3 ياخدهم، في شويه حاجات كده المفروض تتلغي يعني ما تتعاملش معاهم. والتنظيم برضو يعني كنت اتمنى النهارده يكون احسن من كده، يعني خدنا وقت قوي في ال 100 متر كتير. طب حضرتك مثلا بمناسبه البطوله برضو، يعني مش عاوزه توجهي كلمه للمسؤولين عشان يعني اهتمامهم بذوي الاحتياجات الخاصه؟ انا يا ريت، انا لعبت في المجالين، لعبت في الاسويه، لعبت في ذوي الاحتياجات الخاصه، لقيت هنا ما فيش اهتمام يعني بلعبه كتير. أي ممكن بيكون التركيز على اللي هم في المنتخب او كده، بس احنا عندنا في الاسوياء البطوله بتبقى منظمه اكتر من كده، بيبقى في برنامج وفي وقت ملتزمين بيه ومعروفه نبدا امتى وننتهي امتى، وكمان اللعيبه كلهم بيبقوا مهتمين بيهم من اول مرحله لغايه اخر مرحله. طيب ده بالنسبه للرياضه، يعني بالنسبه للمسؤولين بقى، مسؤولي الدوله مش عاوزه توجه لهم كلمه عشان يهتموا اكتر بذوي الاحتياجات الخاصه؟ طبعا اوجه لهم كلمه، يعني انا اعرف من ناحيه احنا كلنا متخرجين ما فيش حد بيشتغل، ونظام ال 5% ده اصلا يعني انا لما رحت اعمله قال لي انت مستعجله على ايه؟ ده الناس لسه بنعين في 2009، ولما مش عارفه في 2013 ولا في 2014 فتح اللي هم قبول ذوي احتياجات خاصه 5000 من مصر كلها، يعني من كل محافظه واحد او نص واحد بقى هو اللي يتعين. فلا هم من ناحيه الدوله مش مهتمه بذوي احتياجات خاصه خالص. طيب ده بالنسبه للمطالب بتاع حضرتك، يعني انت بتقولي ايه في نهايه اللقاء لقناه الصحه والجمال اللي دايما بتهتم بذوي القدرات الخاصه؟ انا والله بشكرهم، هم متواجدين معانا على طول وبيهتموا بذوي الاحتياجات الخاصه بغض النظر عن قنوات كتير متجاهله الموضوع ده، وهم اساسا المفروض يكون كل تركيزهم على الناس دي او اللعيبه دي، لان فيهم بجد ابطال، وابطال يعني في ناس كتير ما تقدرش تحقق اللي هم بيحققوه، يعني المفروض يتكرموا ويكون تكريمهم واكتر من كده في حاجات كتير، من ناحيه الرياضه، من ناحيه الشغل، تقدير مادي او معنوي، يعني سواء في تقدير مادي او معنوي المفروض الدوله تهتم بهم اكتر من كده. شكرا جدا. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. مشاهدينا الكرام، ده كانت دينا الزملي. دينا الزملي لاعبه في نادي الاهلي للاصحاء او الاسوياء، بتلعب في استاد المنصوره، نادي استاد المنصوره لذوي الاحتياجات الخاصه. ايه اللي يعني ايه البطوله دي؟ ايه الاراده والتحدي دي؟ وفي الاخر لا، حتى في الدراسه كمان مش متفوقه رياضيا فقط، لا في الدراسه كمان من اوائل الخريجين. هو احنا المفروض نهتم بالفشله؟ يعني هو احنا نهتم بالفشل افضل؟ يعني دي اوائل خريجين، اوائل في الرياضه، يعني تعمل لكم ايه تاني عشان تهتموا بيها؟ يعني المفروض ده اولى بالتعيين. مشاهدينا الكرام، دلوقتي بقى عشان الوقت مره سريعا، هنشوف تقرير مع الكابتن احمد عبد الهادي مدير فني نادي الكهرباء. استاذن مخرجنا الكبير يعرض هذا اللقاء. راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. احمد عبد الهادي مدير فني نادي الكهرباء ومدير فني العاب القوى المعاقين سابقا. شرفنا يا فندم، وشرف ليا ان انا واقف مع حضرتك دلوقتي. الله يبارك لك، الله يكرمك، وشاكرين جدا على التغطيه الجميله دي اللي ايه قلما يحظى بها المعاقين في بطولات الجمهوريه بتاعتهم. يعني كابتن احمد، دلوقتي يعني انت شايف ان التنظيم فيه مشكله شويه النهارده؟ انا شايف ان في حاجه في التنظيم. والله هو الناحيه التنظيميه، مشكله التنظيم ان النهارده اصبح النهارده في ندره في الملاعب اللي تقدر تؤدي فيها بطوله العاب قوى. تقدر الملعب ده يحتوي على مسابقات الجري والرمي والوزن في وقت واحد. والمشكله النهارده ان الملاعب اصبحت الملاعب اللي هي جاهزه قليله جدا جدا، واصبح النهارده الناس النهارده مشكله وجود الرمي في الملاعب اللي هي تقدر يكون فيها ترتان، ان الناس النهارده بيبقى خايفين على ارضيه الملعب، ودي مشكله العويصه بتاعتنا مع كره القدم ومن فتره من زمان يعني. طب بالنسبه لحضرتك للجري دلوقتي، يعني ده هل الملعب ده فعلا؟ ما هو في العيوب في الترتان هنا في الرنوي بتاع ال 100 متر، في عيوب في الترتان، ان في بعض الترتان يعني اتنحل او اتقطع من كتر الممارسه او كده،
فالنهارده برضو دي بتبقى لها تأثير برضو سلبي على مسابقات الجري بالذات يعني. طب بالنسبه كابتن للجري على الكراسي المتحركه، ما انت شايف حضرتك ان كده كده اللي معاه كرسي يعني متحرك يعني اعتقد ان في الناس الثانيه اللي معاهاش كرسي مش هتفوز، يعني ده شيء طبيعي. هو برضو حتى الكراسي المتحركه اللي هم بيلعبوا بيها في كراسي بتعتبر يعني ايه تركيب يدوي، وفي صناعه محليه، وفي ناس بتجري على كراسي اللي هي الطبيه. طبعا الكراسي الطبيه غير مؤهله لمسابقات الجري، وبرده الكراسي بتاعتنا التصنيع المحلي بتبقى برده لها مواصفات، المواصفات بتاعتها مش الجوده العاليه اللي تدي نتائج في. وبعدين الكراسي اللي هي ذات الجوده العاليه للاسف بنجيبها من بره واسعار غاليه جدا، وده فوق القدرات اللجنه البارالمبيه المصريه. يعني طب يعني بالمناسبه لحته الامكانيات، ويعني مش ممكن ان احنا مثلا دلوقتي احنا بنصرف مليارات معلش على العاب ما بتجيبش حاجه، بتجيب صفر. وبسم الله ما شاء الله ذوي القدرات الخاصه والعاب القوى وذوي القدرات الخاصه عموما، ذوي الاحتياجات الخاصه عموما هم اللي رفعوا اسم مصر وعلم مصر في الخارج باستمرار. والله هي دي ده كلام يعني يمكن متكرر بشكل كبير قوي 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 حتى على مستوى الأسوية. اللعبات الفردية بتعتبر لها إنجازات أكتر من الألعاب الجماعية، ألعاب المعاقين فيها إنجازات أكتر من ألعاب الأسوياء. إنما النهاردة دي النهاردة سياسة الدولة، النهاردة الناس القائمين على قيادة الدولة في الرياضة لازم تبقى لهم نظرة في الكلام ده ونظرة صح. بس إن النهاردة يبقى عارفين إن النهاردة في المعاقين يبقى محتاجين إمكانيات، لأن اللجنة البارالمبية دلوقتي بترعى وتحت مظلتها لعبات كتيرة قوي، فبتعتبر زي لجنة يعني مكونة عديد جدا من الاتحادات. فده النهاردة لازم يبقى فيه نظرة، والنهاردة فيه محتاجين إمكانيات. يعني إمكانيات النهاردة هي المفتاح الكبير قوي لتحقيق إنجازات وللتطوير والكلام ده، ودي مشكلة للأسف إنها مش موجودة في الوقت الحالي. لقاء بجد انا اشتبه بمخاطبتك، تقولي قناه الصحه والجمال اللي دايما مهتمه بذوي القدرات الخاصه. والله ما انا بقى جميع الناس القنوات النهارده اللي بتيجي بتشاركنا احنا بنبقى سعداء. وبعدين النهارده لما تيجي قناه الصحه والجمال وتيجي النهارده في تغطيه لبطوله الجمهوريه للمعاقين، دي حاجه كويسه جدا جدا ولافته كريمه من اداره القناه انها تعمل الكلام ده، اللي هي بتدور على الرياضه في كل مكان، مش الرياضه ايه الشهره او الشو الاعلامي، لا انت بتدور في يعني ايه في مبادئ شغالين عنها، بيغطي الرياضه كلها بكل اشكالها وكل انواعها في كل مكان. فبنشكرها وبنوجه لها الشكر الكبير قوي على تغطيتها، ونتمنى انها تستمر على طول في التغطيه الاعلاميه للناس المعاقين دول اللي هم بيعتبروا يعني بيمثلوا حوالي 10% من السكان. بس انا في عندي حوالي 10 مليون معاق، والنهارده في العابهم الشهيده زي العاب القوى. شاكرين جدا. العفو. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. مشاهدينا الكرام، ورجع هذا اللقاء الجميل مع الكابتن احمد عبد الهادي المدير الفني لنادي الكهرباء. بالمناسبة اللي حصل على هذه البطولة نادي الكهرباء بقيادة الكابتن أحمد عبد الهادي، ونعرض صور تسليم الدرع درع البطولة تسلم درع نادي الكهرباء بقيادة الكابتن أحمد عبد الهادي. كده بالنسبه كده يبقى النادي الكهرباء حصل على بطوله الجمهوريه بالقوى لالعاب القوى للاعاقه الحركيه الموسم الرياضي 2016 2017. الف مبروك كابتن احمد عبد الهادي، الف مبروك لكل ذوي القدرات الخاصه. للاسف الشديد الوقت مر سريعا، ووقت الحلقه مر سريعا. مشاهدينا الكرام، أشكركم لحسن متابعتكم، وإلى أن ألتقي بكم الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.